من أحد مهاراتي إني أعرف أصور اللي قدامي بدون ما يدري. أنا إنسانة ما أتحمل التصوير العشوائي، وين ما كنت تكونين، حركات حاضرة عرس وطول الوقت جوالك مرفوع والفلاش شغال وما في أحد ما صورتيه. مو قصدي أصور الناس، قصدي أصور أختي وهي ترقص. أنا توني مسوية مورفيوس ومع الأسف ما أقدر أستخدم أي تونر، لذلك بنظف بشرتي بموية صحة. نرجع للي تصور بطريقة عشوائية. طيب خلاص انتي صورتي المقطع، كانت نيتك تصورين اختك، صديقتك، امك، اللي هي. خلصتي اكتشفتي ان المقطع كله بنات، حريم، امهات، جدات، ما تعرفينهم. مو صديقاتك، مو خواتك، مو جدتك، مو امك. احذفي. ليه احذف؟ شكلي حلو. ستوري. بالغتي غادة، اللي عندي بسناب كلهم صديقاتي وأهلي. موضوع التصوير، أختك، أمك، خالتك، صديقتك، مين ما كانت تكون اللي موجودة عندك بالبرايفت ستوري، هي تربطها علاقة فيك أنتي، مو فيني أنا ولا في الحضور. لذلك إذا أنتي عادي إنه فلانة وش فيها، وإذا شافت المقطع حقي أنتي عادي إن هي تشوفك وإن المقطع حقك يكون عندها، وإن تعيده خلال 24 ساعة، تصوره، تحفظه بالتشات، عادي انتي. طيب في غيرك بالمقطع، مو انتي ولا لهم علاقة بهذه البنت. انا اشوف انه عيب وقلة ادب صراحة. يعني مو منطقي ان كل مرة نحضر زواج ولا حفلة ولا مناسبة ولا شيء تطلع وحدة بهذا المكان طول الوقت رافعة جوالها. خلاص يا امي، صوري حالك، صوري اهلك بزاوية، ما له داعي تصورين الكل. لا وبعدين وش تقول؟ والله أنا صورت نفسي وفلانة مرت. خلاص صورتي نفسك واكتشفتي إن فلانة مرت، احذفي، مو لازم تحطين ستوري. طبعا هذه ترى كلها أعذار، هم يحبون يصورون كذا، يحبون إن المناسبة اللي حضروها تكون لايف كاملة عندها بالجوال، ترجع للبيت تعلق هي وخواتها صديقاتها. ما حضرتي الزواج أوريك شكل فلانة؟ اصبري دقيقة. ما حضرتي؟ أنا أوريك الآن، أرسل لك. هذه تلقون زواجات ومناسبات الجماعة كلها مأرشفتها عندها بالجوال. يعني إذا صارت مناسبة وحسيت إنك ما صورتي نفسك زين ولا نسيتي وش كنتي لابسة، ارجعي لها خذيها مني، تأكدي إن في مقطع وفي صورة لك عندها. طيب خلونا من المناسبات الخاصة ونروح للأماكن العامة. أنا عارفة إن أنت لك الأحقية تصورين أو أنت نفس ما تبون بالأماكن العامة، بس ما لك أحقية إنك تجين تصورين أحد جالس على طاولة. يعني تجيك واحدة بنص المطعم ولا بنص الكافيه ماسكة جوالها وتصور. طيب في أوادم جالسة يتقهون يأكلون جالسين كذا في أمان الله، وشو أنتي بمكان عام حبيبتي تحملي؟ لا ما له دخل، مكان عام صوري ديكوريشن المطعم، مو تصورين الأوادم ولا تحملوا يلا أنتوا جالسين بمكان عام. لا فاهمة غلط. يعني هذا من المواقف اللي مستحيل أنساها، لأنه اللي سوتها كانت كريهة صدق. احنا في كافيه وجالسين، طاولتنا عند جدار، يعني وش تبين بالجدار تصورينه؟ صوري الكافيه كامل. المهم بنت الحلال قامت من طاولتها وهي ماسكة فلاش، وإلى أن تخلص السنابة ما وقفت، ما شالت إصبعها، لفت على المكان كامل وجت كذا من فوق، يعني الفلاش يضرب بوجهي. ليه يا أمي؟ ولما لفينا يعني بطبيعة الحالة ان احنا يعني ابسط شيء نقوله ممكن ما تصورين، او اذا انتي صورتي مقطع واحنا طالعين فيه واحنا جالسين تحذفينا. قالت حبيباتي انتوا جالسين بمكان عام تحملوا. وش دخل؟ انا مو جالسة بالشارع ولا واقفة بنص المكان لدرجة تقولين والله تحملي انا ابغى اصور المكان وانتي واقفة. انا جالسة على طاولة على زاوية صادة عن الأوادم، جاية لين عندي تصورين ليه؟ نجي للمصيبة صدق. مرة من المرات كنا بجمعة زين، وجالسة وحدة ويسولفون عن التصوير وما تصوير وفلانة وما أدري إيش. قالت أنا أحد أكبر مهاراتي إن أنا أعرف أصور اللي قدامي بدون ما تدري. أنا آسفة بس إذا أنتي مبتلاة بهذا الشيء ما لداعي تصرحين فيه. تعتبر بلوة ترى إن أنتي يعني تصورين الناس بدون ما يدرون. لا ومحترفة ما شاء الله. سالفة حتى تصوير المشاهير،
في كم واحدة من صديقاتي بالسوشيال ميديا معروفين وهويتهم معروفة، تصور بالسوشيال ميديا الوجه معروف. مرة من المرات طالعين نفطر أنا وهي، إلا فجأة واحدة جاية تصور الفلاش، أوه شوفوا مين لقيت، فلانة الفلاني. طبعا ما تصور فلانة الفلاني لحالها، كل اللي جالسين، وأنا جالسة أنتظر تخلص تصور تصور تصور. قلت حبيبتي ممكن أشوف المقطع يعني، بس بتأكد أن أنا مو طالعة يعني. صديقتي قالت عادي، قالت ترى حطيت لك فلتر. لا مو مشكلتي اني حطيتي فلتر ولا لا، مشكلتي اني ليش تصوريني انا، يعني انتي جاية تصوريني فلانة فلاني اللي انتي تعرفينها، تصورين اللي معاها ليه؟ شفت المقطع، صراحة هويتي مو معروفة لاني حاطة فلتر فضائي، بس حتى ولو. قالت لا تخافين ما بأنشر المقطع، بس برسل لخواتي و... لا ما عليك ما خفت، خلاص ارسلي عادي. خلاص باي.